الجديد ان شاء الله كاين فيلم سينمائي مطول غيكون ان شاء الله في القاعة السينمائية من اخراج المخرج العالمي ادريس الروخ وتمثيل نيت فيه وطريق بخاري سحر صديقي عبد الرب اللي غيكون ان شاء الله هو واحد الفنان اللي كيجي من البادية الى المدينة عنده طموح ومن بعد كيلقى مجموعة من المشاكل عائلية مجموعة من المشاكل كيطيح في حد الزوبيا نخلي الجمهور ولا يكتشف هذا الفيلم ان شاء الله هو من الافلام السينمائيه الاولى في المغرب عباره عن تمثيل وغناء في نفس الوقت لان اول مره غنشوفوا فنان شعبي حميد سرغيني كيمثل دور البطوله كي منها كيغني كاين اغاني اللي غتكون مصوره وفي نفس الوقت كاين الفيلم بالكوميديا ديالو بالتراجيديا ديالو بالبكاء ديالو والمعاناة ونحاولوا بما امكن باش غتكون واحد النقله في السينما المغربيه ندمجوا بين الاغنيه الشعبيه اللي كيشوفوها الناس كيشوفوا مغني شعبي كيعرفوها اعراس مهرجانات يعني بحال هذاك تيسميوه الشعيبه واش كدير شعيبه وهذا ما سمينا الفيلم الاسم ديال الفنان سميتو شعيبه يعني الناس كتقول واش كاين شي شعيبه يعني عاش شعيبه هنا يعني باش نبينوا لان الاغنيه الشعبيه كاين عندها الناس كيمثلوا تيديروا باش نديروا تعريف الفنان الشعبي المغربي يقدر يدير اي حاجه لا هو بعيد بزاف وما كيتشابهش لان اول حاجه هو ان فنان شعبي هو اللي يمثل ماشي دايرين البلاي باك ولا هذا زائد انه رجل بحال قريب شويه ولكن نقولوا ان قصة من باطقة من الواقع المغربي من واقع الفنان سميتو الوطرة بعد نعطيكم الاسم لأنه وطيري ما يعني أي واحد يقدر يشوف هذه القصة ويقول راه فعلا عندنا شي واحد في العائلة أو في الدرب أو شي فنان تعرفه وقع في هذه المشاكل يعني يتخبطوا في المشاكل لأنه واحد الإنسان نايف ونتمنى من الله ما نحرقش المراحل يشوفها الجمهور في هذو حقبات حقبه 97 حقبه 2022 ان شاء الله نتمنى من الله واخا كاين مجموعه من الصعوبات هو اوتو برود ولكن ضحينا وان شاء الله نتمنى من الله يلقى النجاح عند الجمهور المغربي.